مدخل إلى علم الاتصال، بدنا نتابع اللي حكيناه المرة الماضية إذا بتتذكر، وكنا نحكي عن جوهري ويندو، وقلنا إنه هذه النافذة اللي أو النوافذ اللي حكى فيها اثنين من العلماء أو المفكرين في الاتصال اللي هن جون لوفت وهاري إنغام، وقالوا إنه في حياتنا في عملية الاتصال في أربع حالات إحنا بنمر فيها، مش بالضرورة نمر فيها كلها حسب حسب السيناريو حسب الكيس اللي إحنا بنعيشها. في حالة ممكن تكون قلنا الببليك اللي هو معروف للذات ومعروف للآخرين، الكل شايف اللي أنا بعرفه، زي مثلا أنا أكون لابس لباس معين وأتحدث بطريقة انفعالية، مثلا بصرخ، أنا مبين إني أنا معصبة وأنتم شايفين إني أنا معصبة، أوكي؟ في كيس مبين يعني واضح أمامكم ظاهر للعيان من قبلكم ومن قبلي. في البرايفت اللي هو أنا بس اللي بعرفه، زي كيف اللي بكون مخبي سر مثلا، بس انتو ممكن ما بتعرفوا، معروف للذات ولكن غير معروف للآخرين. انتو دائما هيك طلعوا يعني المحور السيني والصادي X and Y، أوكي؟ هلأ في البلايند اللي هو، أو خلينا نحكي أول شيء المجهول unknown، بيكون مش معروف للذات ولا معروف للآخرين، يعني إشي أنا مش مكتشفته بجوز عندي وإنتوا مش هتعرفوه بناء على ذلك. والمظلمة اللي هي بتكون أنا مش فاهمتها أو أنا مش عارفتها بس إنتوا كلكم شايفينها، زي الناس قلنا الكيس اللي بتكون بحالة الشخص اللي بيكون عنده ثقة زايدة بنفسه، عنده هو مفكر حاله مثلا عارف كل إشي أو بيعرف كل إشي، بس مثلا هو الوضع مش بهذه الطريقة، اللي أمامه بيكونوا شايفين إشي مختلف. أو مثلا بيكون في ناس متآمر، لنفرض في حالة المؤامرات ناس متآمر علي، فأنا بكون مش عارفة، ولكن مثلا أنتوا كمجموعة شايفين الصورة من برا، ممكن تكونوا عارفين إيش اللي عم بيصير، زي اللي عم بيحضر فيلم، زي اللي عم بيحضر فيلم، الشخص اللي عم بيمثل نفسه مش عارف إنه عم بيتعرض لمشكلة مثلا، إنه في حد عم بيتآمر عليه، بس إحنا كوننا عم نحضر من برا إحنا شايفين الستوري أمامنا والدراما، فعارفين إنه عم بيصير حالة من التآمر. فهاي المرحلة، الحالة اللي بتكون معروفة للآخرين بس مش معروفة للذات. طبعا هاي عم بعطيكم أمثلة أنتم بدكم تشبهوا عليها، هاي اللي بدكم تفكروا فيها، اللي أعطيتكم إياها مش أمثلة في الاتصال، بدك تفكر بإشياء تانية تتعلق بعملية الاتصال. وقلنا إنه في انطباعات كثيرة ممكن ناخدها يعني الانطباع اللقاء الأول، وكيف بتأثر أو بتترك أثر على الأفراد. فدائماً إحنا قلنا لازم إنه إذا بدك تطلع بصورة جيدة حاول إنه ما تفتعل أي سلوك مش سوي غير طبيعي، دائماً حاول إنك تترك طالما أنت عم بتشوف الشخص لأول مرة، عشان هو حيكون عنك انطباع، فلازم تترك انطباع صادق، يعني يحس انك انت عم تتعامل معه بتلقائيه بعفويه، واللي هي بتعبر عن الصدق. احنا ليش بدنا التلقائيه؟ عشان بدنا حاله الصدق، ما بدنا حدا يتظاهر يعمل حاله انه هو مثلا محب ومفرح ومسرور بالوقت اللي هو مش بهذا الوضع، وابدا ما نظهر حالنا غير بشكل غير تلقائي، لانه لازم نركز على السلوك الايجابي الاحترافي اللي عاده بيكون يعني خلينا نقول مش من السليم انه نكون غير تلقائيين. هاي النقطه بدنا نركز عليها. فهون عم نحط ايش what to do and not to do زي ما بقولوها. الحس العام لكل الثقافات قلنا انه العادات يعني لها مصداقيه كونيه، ففي اشياء مشتركه بين كل الثقافات اللي قلنا عنها، اللي هي موضوع انه استمع للاخرين، اني اساعد المحتاج، اني ابتسم بوجهه، هاي القصص كلياتها اهتم بالصغار، اهتم بالكبار، احترمهم، هاي كلياتها يعني نقول انها ضروريه موجود تكون موجوده عند الجميع، وهاي طبعا تكون واضحه باني يعني اطفيها او اركز عليها في اللقاءات الاولى. حكينا انه مشكلة اللقاء الأول أو الانطباع الأول إنه يا إما يعني دائما الناس بتعمم، دائما إشي بيعلق بذاكرتك وبمخك، مشكلة إنه يا إما بيخليني يعني أحب الناس هذول كتير أو أكرههم، يعني فيا إما بيكون جاذب أو منفر. كتير مهم إنه ما يصير في حالة تحيز،
لأنه أنا بعرف إنه فلان مثلا من العائلة الفلانية، والله كل عيلته مثلا مناح بعرفهم، فأنا بصير أتحيز تلقائيا مجرد إني عرفت جديد إنه هذا من هذه العيلة مثلا. فإنه هاي نقطة كثير كثير مهم إنه ما يصير فيها تحيز، أو اللي بتحيز مثلا للذكور أو للإناث وهكذا. كمان كثير مهم إنه نفكر بشو هاي المعلومات اللي ممكن يعرفها الناس عني. في معلومات مرات بتكون مبدئية، يعني بمعنى بتشوفها بالمقابلة الأولى، زي اللي بده يصير في التعيينات مثلا. شخص بيقابل بدعوكم للمقابلة، فهو بيسألك عن معلومات عامة اللي عادة أنت بتكون حاططها، يعني بطلب المقابلة بالتعيين مثلا بتكون حاطط المعلومات الأساسية. شو هاي المعلومات الأساسية اللي بتعبر عن اسمك، مكانك، عنوانك، هاي القصص، بريدك أو عنوانك. المعلومات اللي بتيجي بعد هيك اللي هي بتصير بعد ما إنك تصير في عملية التعارف، وهاي هي اللي بتتم بالأخير، وهاي هي اللي بتبقى مع الإنسان وبتستمر. يعني بمعنى أنا بالأخير ببطل أتذكر إنه فلان والله هو من منطقة فلان، أو من مواليد الدولة أو البلد الفلانية، أو مثلا شو تعلم أو إلى آخره. بصير أعرفه كإنسان بسلوكياته، فبصير أركز على علاقات أخرى بعد هيك. هذه هي اللي بنهتم فيها إحنا بالسلوك. اللي بيهمني كمان في الانطباع الأول إني أركز على مجموعة أشياء. فمثلا درجة الانفتاح، قديش اللي أمامي مبتسم، قديش مثلا متحمس، بقدر أشوف هذا جاي نعسان مثلا، مش أو مش طايق حاله، هذا جاي بجر حاله جر. حركة الجسم كتير بتهمني، فإذا هاي بتعبر عن درجة الانفتاح، قديش هو مقبل ومستمتع بالموضوع. طبعا بتعطيك انطباع وبالتالي بتأثر على سلوكك معه. هلا في الانطباعات بشكل عام لها مكونات كثيره. ممكن افكر بمثلا موضوع اظهار الاهتمام. انا بدي اظهر الاهتمام للاخر، فكيف بدي اعمل هذا كيف بدي اوصل هذا الانطباع اني انا مهتم فيه؟ زي ما فرجيتكم بالبودي لانجوج، الصور اللي اعطيتكم اياها المحاضره الماضيه، انه مثلا ممكن يكون والله انا فعلا عم بنصت له، وهذا الشيء بقدر اشوفه بالتركيز وبالحركه العيون، بالايماء بالراس، يعني اذا بحرك راسي إنه أنا موافق مثلاً أو مش فاهم. كمان كل هذا بيبين بحركة الرأس. استخدام اسم الآخر، زي ما أنا هلأ حكيت معكم إنه كيف بحكي اسمك، وبالتالي هذا نوع من التحبب أو التقرب للآخر، فهو إظهار اهتمام، I show يعني interest and care. كمان موضوع قلنا الحوار، إنه قديش في تسلسل بالحوار من حيث الأماكن والأحداث والأفكار. موضوع الحديث عن الذات، إنه كيف بتحدث عن المشاعري ومواقفي بعبر عنها، بس من دون ما يكون في يعني تفاخر. يعني ما بدنا دائما شخص يكون يحكي عن حاله بطريقة فيها تفاخر، لأنه هاي بتعطي انطباع للآخر إنه هو مغرور، ما بيعتبروه إنه هو صادق، مع إنه ممكن يكون صادق. فنقلل منها قد ما بنقدر، وإنه ما زي ما قلنا المرة الماضية ما نستأثر بكل الحديث أو نحتكر الحديث ورؤيتنا للعالم بإنه كي ما نضلنا نتذمر مش عاجبنا. نحاول نبحث عن حلول بدل ما إنه إحنا نتذمر. نكون إنه رؤية إيجابية، هون المقصود فيها إنه تكون عنا رؤية إيجابية، نظرة. يعني ما نكون هلا نقول والله في كورونا فخلاص العالم حيتدمر، مش عارف. هاي كلها بتعمل نفسية سيئة وبتأثر على الآخرين في الانطباع. كمان الجاذبية اللي هو التأثير زي ما قلنا على الطرف الآخر. حكينا المرة الماضية للتذكير إنه في ثلاث حالات أنا ممكن أعيشها في عملية الاتصال، اللي هي حالة أني أنا أكون المسؤول، الوالد، وهون مش مقصود الوالد يعني الأب الرجل، ممكن الأم أو الأب، يعني بمعنى الشخص اللي هو بيكون protective ويحمي الآخرين. يعني ممكن أنا أكون دوري الوالدي معاكم، دوركم أنتو الأدلت مثلا في هاي الحالة. بس مثلا في حالة تانية أنت كنت عم تهتم بإخوانك مثلا، أو أنت عم تهتمي بأهلك مثلا، هاي يكون دورك مع انك انت بالغه، بس تكون دورك انت الوالديه. فاذا حسب السيناريو او الكيس اللي انا بعيشه، الطفوله ممكن انا شخص كبير ولكن مثلا عم بلعب، بمارس اذا هذا الدور اللي هو تشايلد. فمثلا ممكن شخص كبير او انت مثلا كشخص بالغ تيجي في يوم من الايام قررت تروح على مدينه الملاهي وتلعب زي الاطفال، ما في مشكله. هذا هو بيكون دوره او حاله الشخص الفرديه، انه عم بياخذ دور اللي هو الطفل. فإذا هاي الكيسز، إذا
كل واحدة منهم كمان بيكون لها طريقة في التفكير أو طريقة في يعني توصيل في عملية الاتصال. غالبا احنا بنقول هذا الاشي النمطي التقليدي، انه بيكون كثير الاهل زي ما انتم بتشوفوا عادة الاهل كيف تنظر لهم، مش مقصود في متعصب يعني انه متعصب يعني ضد الاخرين، لا هو المتعصب يعني بمعنى انه هو مؤمن بافكاره وبيكون شديد النقد للاخرين، بيعطف عليهم، بيساعدهم، بنصحهم، بيعطيهم اوامر، يعني ما بيقبل يغير. خلينا نقول الحالة الثانية الاي اللي هي اللي قلنا الادلت، بيكون المفروض هنا راشد، فبفكر متزن بقراراته، ما بيحاول انه يكون هادي ويستمع جيدا، فالمفروض انه افضل حالات يعني الاتصال المتزن خلينا نقول بهاي الحالة. طبعا هون بروتكتيف، هون خلينا نقول متزن، هون اللي هو بيكون اكثر خوفا لانه دائما هو بحاجة لمساعدة لانه بيعتمد على الاخرين اكثر. هلا هاي هي المهارات اللي قلنا احنا بدنا نتقنها في نهاية الفصل، من حيث يعني على الأقل إذا ما صار في تدريب لأنه مش عم بيصير فيس تو فيس كثير، بس ممكن إنه نعطي شو الأساسيات في عملية التحدث، في الاتصال الكتابي، في القراءة، في الإصغاء، وفي مهارات التفكير. هلا في مهارات التفكير اللي هي جزء من عملية الاتصال، لاحظوا يمكن تستعجبوا إنه كيف مهارات التفكير والاتصال إنها جزء منها، لانه انا في التفكير عم بعطي قرارات، عم بحكم، عم بعمل عمليه اتصال لحتى بوصل لهذا القرار، فاذا هو عمليه جزء من عمليه الاتصال. الاصغاء قلنا لانه listening، لاحظوا هنا listening مش hearing، اللي منكم بيعرف انجليزي بيعرف انه hearing انا هلا مثلا قاعده في مكتبي في الجامعه عم بسمع اصوات background خلفي حواليي، ممكن ناس عم بيصلح في مكان قريب مني، فانا عم بسمع هاي الضجه، او في صوت عصفور عم بيغرد انا سامعه صوته مثلا وهكذا، ولكن مش هاممني صح، يعني I'm hearing it بس مش مؤثر علي في الاتصال والتفكير. هلا ممكن ياثر اذا زاد عن حده بطريقه مزعجه، يصير اسمه تشويش، وهون بياثر على عمليه الاتصال. ولكن احنا هون عم نقول الاشي اللي هو intended، يعني بمعنى عم بيكون في يعني تركيز وفي إرادة واهتمام بإنه أعمل هذا الشيء في عملية الاتصال، لأني أنا بدي أقرر بدي أشتغل كيف أتحدث بشكل جيد أمام الآخرين، فممكن أخذ تدريب ودورات في اللي هو بيسموها فن الخطابة والإلقاء، كيف أتحدث أمام الآخرين مدة طويلة ما أتعبش، أخذ نفس، أجدد طاقتي، أسيطر على الآخرين في عملية الاتصال إلى آخره. موضوع الاتصال الكتابي اللي انتم تعلمتوه اكثر شيء يمكن بدراستكم في المدارس وفي الجامعه، وخصوصا الناس اللي تخصصهم مثلا عربي وانجليزي او اللغات بشكل عام، فبيكون عنده مثلا مهاره الاتصال الكتابي اعلى شيء. هلا مهارات القراءه كمان انتم تدربتوا عليها في الجامعه وفي المدرسه في المدارس، اللي هي بتكون اكثر خلينا نقول شباب اللي هي كيف انت تكتب او تلخص او تكتب بحث مثلا، اذا عم نشتغل على طرح اطلب منكم هذا الحكي يوم الخميس، كيف تعمل رايتنج مثلا يعني زي ريسيرش بيبر تكون قصيره، هاي الاجابات عن الاسئله كيف بدك تفكر فيها، هاي هون استخدمت مهارات التفكير في الاستدلال في التفكير الناقد. قلنا مهاره الاصغاء اللي هي اني انا اي انتند، زي ما انت هلا جاي قاعد عم تحضر محاضرة وانت عم تستمع باهتمام للمحاضرة، مع انه ممكن يكون عندك في بيتك او في المكان اللي انت فيه ممكن يكون في ضجة، بس انت you're hearing noise، عم تسمع شوية ضجة او صوت بالخلف، بس انت عم you're ignoring it، عم تتناسى، مش عم تهتم فيه، عم بتركز على المحاضرة على الكلام. وبالضبط هاي هنا بدنا نركز عليها في موضوع مهارة الاتصال، حتى بنقدر نتدرب يعني شباب، ما بعرف إذا عمركم عملتوا هذا الإشي، يعني أنا بهذيك اليوم كنت عم بعمل التالي، كنت عم بشتغل على شغل، طبعاً الشغل هذا ما بده مهار درجة عالية من التركيز، لأنه إذا بده درجة عالية من التركيز غلط اللي عم بعمله، كنت حاطة سماعات على إذني، حاطة على إذن وتاركي إذن تانية. اوكي انا افرجيكم كيف انه مهاره الاتصال بتكون بدها تدريب، انه حتى انت تقدر تعمل هذا الشيء، جرب اعمل هذا الشيء، انه هل انت بتقدر تكون مثلا
عم تسمع شيء مش موسيقى، لا يعني شيء فيه كلام، يعني محاضرة صوتية لنفرض أو تسجيل صوتي عم بسمعه في إذن، في الإذن الثاني عم بحاول أسمع مثلا لإشي برنامج لنفرض، ويكون برنامج مش تسلية وترفيه، تكون محاضرة مثلا أو ندوة على التلفزيون، وعم بقرأ شيء ثالث. يعني شوفوا كيف الحواس شغلتها. طيب وبدي أحكي مع ناس بنفس الوقت، هاي أربعة أنا عم بشغل إذنين تنتين كل واحدة في اتجاه، عم بشغل عيوني في اتجاه آخر، وبنفس الوقت عم بستمع وعم بكتب، عم بقرأ إيش عم بيصير عندي على الكمبيوتر على النت، وعم بلخص. شوفوا كم من حالة أنا اشتغلت فيها إنه مهارة قراءة واتصال كتابي وعملت تفكير وعملت إصغاء. وممكن إذا أنا كنت عم بشارك في ندوة أو بمحاضرة بدي أعمل زي ما هلأ كتير في المحاضرات بتصير، والندوات اللي بسموها الويبينارز عن بعد، بتكون بدي أعمل كمان سبيتش مثلا، بدي أعمل عندي مهارة تحدث. هيني عملت كومبينيشن، يعني جمعت لكل المهارات الاتصال في كيس واحدة. هلأ هاي أنا ما بقدر أتقنها وأبدع فيها كلها مع بعض، فأنت غالبا حتقولي أنا مش قادر أركز، ما لحقت السؤال مثلا، أو إنه أنا إذا سمعت هذا الصوت بقدرش أكمل بحث مثلا، وهكذا. بتصير بدك تفصل واحدة منهم، هاي قدرتك إنك تعملها، هاي بدها درجة عالية من الاتصال، إتقان مهارات الاتصال، واللي غالبا المفروض الإعلاميين يكونوا متدربين عليها، أوكي؟ والسياسيين. هلأ مهارات التحدث اللي هي جزء منها اللي هلأ أنا عم بعمله معكم، واللي أنت ممكن تكون إذا عندك برزنتيشن هنيجي في يوم من الأيام أسمع منكم هيك لمدة 5 دقائق زي موجز أو ملخص عن شغلك. مهارات التحدث أو إنك تجرب تعمل إجابة لأسئلة تكون شفوية، ممكن نعمل لك امتحان شفوي. هلأ هاي مهارات التحدث، إنك أنت أول إشي بدك تتعرف على الناس اللي أمامك اللي هن الجمهور، لازم تكون عارف الموضوع اللي بدك تحكي فيه. فأنا لازم أفهم الأشخاص اللي أمامي إذا أنا كنت في ندوة، إنه والله أنا جاي بدي أعمل محاضرة أو ندوة وأنا المتحدث، بدي أحكي مع مثلاً مجموعة أطباء، أوكي؟ إذن لازم أحكي موضوع بهمهم، هذا الموضوع لازم يكون فيه معلومات متكاملة من حيث المعلومات، وممكن يكون فيه أرقام حتى يكون فيه داتا، ولازم لما بعرض المعلومات تكون فيها تسلسل منطقي، مش أكون بحكي بشي بعدين أنتقل على شي تاني ما فيش علاقة بيناتهم. لازم الموضوع بتناسب يعني مع الجمهور، يعني عم بحكي مع ناس كبار بدي أحكي بلغة معينة وبعطيهم معلومات على قدهم، ما بنفع أجي أحكي مع طفل مثلاً أو ناس صغير أعطيه معلومات كتير معقدة، أو أجي أحكي مثلاً مع الدكاترة في الجامعة أجي أحكي لهم مصطلحات علمية في الطب متخصصة، وأنا لأني طبيب مثلاً، طب هني شو خصهم هذا الموضوع؟ إذا بدي أعطيهم إياه لازم أعطيهم إياه بالتفصيل لأنه هو مش تخصصهم، فإذا لازم يتناسب مع الجمهور. كمان نبرة الصوت كتير تكون مناسبة بحيث إنها تكون مريحة مش مملة، ما ينعسش ما ينامش ما يشت الشخص اللي أمامك. سو إذا شفت لاحظت إنه اللي أمامك شوي بطل معك، كيف أنا ممكن بنبرة الصوت أغير شباب بحيث إني أرجعه لعندي، خليه يرد يهتم فيه، يهتم بالرسالة اللي بدي أرسله إياها، لاحظين؟ فممكن أستخدم نبرات مختلفة مع أشخاص مختلفين، شخص بده أرفع له صوته، شخص لازم أوطي صوتي، شخص بجوز أطلع فيه من دون ما أعمل أي صوت، كل واحد أشوف شو ممكن الحركات اللي ممكن أقدمها. هلأ في إشياء كلكم يمكن شباب اللي هي المانرزم بدنا نحكي عنها، اللي هي في الحالة اللي بتكون إنه أنا بعيد كلمات معينة، بصير أقول أوكي، أو بصير أقول لك أوكي، أو مثلا بصير أقول لك فاهم علي، أو مركزين معي شباب. يعني في كلمات بضلني أعيدها كتير، هاي الكلمات اللي بتعيدها كل واحد يراقب حاله. طبعا كل ما كان ما عندك هاي الحالة كل ما كنت أنت أفضل في هاي النقطة في مهارات التحدث. الصح إنه ما يكون عندك هاي الحالة، بس أكيد كل إنسان فينا عنده بعض الكلمات اللي بيرددها، بس بتصير سلبية إذا كانت زادت عن حدها. يعني أنا زي كيف المصريين، إخواننا المصريين بيصيروا يقولوا ضلهم يعيدوا كلمة، بيقول لك واخد بالك إزاي، واخد بالك إزاي، بيضل يقول لك بعيد الكلمة. بتشوفوها هلا إذا بضل يعيد لك إياها أستاذ أو شخص متحدث بمحاضرة، بتصير أنت تزهق منها، بتصير ما تركز، بتصير بالعكس بدل ما يقول لك ركز كأنك بتبطل تركز، أو بصير مرات بتعدله صح؟ بصير تعدله إنه شوف كم من مرة حكى كلمة ركز، أو كم من مرة حكى كلمة
واو او شو قصدي يعني ركز بتصير تركز how many times انه repeated هذا الكلام. So هاي بتشتت، هذا اللي بدنا نقوله، بتشتت عن مثلا عن الحوار وانك تفهم شو الفكره تبعته. فانتم بتقدروا تراقبوا حالكم بهاي النقطه وتبتعد عن الكلمات او الحركات اللي بتضلك تعيدها. يعني في ناس مثلا ممكن يكون مش كلمه، ممكن يكون حركه او صوت. اوكي هلا في حركات طبعا الاضافات زي ما انا هلا عملت اوكي مفيده وضروريه، ولكن حسب الموقف. اذا الموقف بتطلب مني احكي اوكي بحكي اوكي، اما مش كل شوي اقول اوكي 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 بتصير ايش الفكره، انه انت بتركز على كلمه اوكي وتنسى الفكره. ماشي، هاي نقطه كثير مهم انك تنتبه لها. وجهه نظرك دائما، لا وجه نظرك دائما للجمهور، يعني طلع فيهم، مش اكون بحكي معهم وانا داير وجهي على الحيط مثلا على اللوح مثلا لو اني انا في قاعه، او انا بطلع على السكرين طول الوقت وظهري لإلهم. طيب اوكي، ما هم شايفين السكرين زيك زيهم، شو يعني هم جاي بدهم يطلعوا على ظهرك، بدهم يطلعوا على السكرين ويسمعوا صوتك ويسمعوا حركه ويشوفوا حركاتك. فاذا انت لازم تكون فيسينج الجمهور. حتى هلا في ناس يقول لي والله ما انا مش عارف بدي اقرا من السكرين، هذا بيكون خطا منه انه هو مش محضر حاله. السكرين موجوده بس عشان تذكرك وهن يشوفوها مش انت تشوف. هلا دائما عيونك اي كونتاكت تكون امام الاخرين، نظهر طبعا قدر مناسب من الانفعالات زي ما قلنا، ما يكون اكسسيف. يعني مرات بيطلع واحد بتقول والله هذا دوخني، رايح جاي رايح جاي، زلمه اثبت صح ولا لا. فكتير مهم الحركات تكون يعني، او شخص منفعل غضبان كتير مبين عليه فمش قادر يضبط حاله، دخل على القاعة، انتوا نفسكم تصيروا تقولوا والله هذا الدكتور دخل معصب شكله. المفروض ما يبين عليه معصب، موقف سابق انت دخلت لأ تتحدث مع جمهور، بدك تركز وتفصل وتعطي هذا الموقف حقه. مرات بيكون حزين مثلا، في كتير اشياء بتصير من انفعالات، المفروض انه يعني اعطي الانفعالات المناسبة للموقف اللي انا عم بتحدث فيه. تمام. هلا النقطة أخرى اللي هي المهارات الكتابة، يعني قبل شوي حكينا عن مهارات التحدث بشكل عام، هلأ مهارات الكتابة. مهارات الكتابة شباب إحنا هون عم نحكي عن إشي أنتوا مفروض تدربتوا عليه من زمان. دائما زي ما بتكتب بالعربي أو بالإنجليزي أو بأي لغة تانية، دائما بقول لك ركز خطك يكون جميل، خطك يكون واضح. جميل يعني بمعنى واضح، أنا ما بديك تكون هون، ما عم بطلب منك تكون فنان بيكاسو، أنا عم بطلب منك تكتب كلام مقروء فقط. الأحرف تكتبها صح، ما يكونش في أخطاء نحوية اللي هي بالقواعد أو بالإملاء. سو إذا أنا مثلاً لغتي أو قواعد الإملاء عندي مش قوي، بقدر أعمل إذا كنت عم بطبق أعمل تدقيق أوكي أو لغوي. إذا في حدا بعرفه شاطر باللغة ممكن أقول له خد راجع لي عشان أعرف. مرات في برامج بالكمبيوتر بتطلع لك التدقيق اللي هو الـ ABC يعني خلينا نقول، وبيعطيك إيش مرات النحوي اللي هو suggestion يعني زي مقترح إيش الصح، يعطيك بدائل فتختار منها حسب دراستك أنت للغة. طبعاً لازم تعبر عن المعنى المطلوب دائماً بأقل الكلمات أو بالقدر المناسب. يعني إحنا أكيد بالإنشاء بنقول والله هذا إنشاء يعني إيش، يعني بيحكي كتير وبلت وبيجن في الموضوع. It's okay حسب طبيعة الموضوع. مرات إذا عم بحكي وصف بشعر ولا برواية باللغة العربية أو بالإنجليزية، أكيد بدي أعمل description مطول، وصف مطول عشان الإنسان اللي عم بقرأ يدخل في الجو اللي أنا عم بوصفه وتوصل له الصورة أو figure of speech توصل له صح. هلأ هون المقصود في إذا أنا عم بحكي إشي علمي خليني أحكي direct to the point، ما بدي زي ما أنتوا شايفين هون كلمات مختصرة، ما بدي أحط كتير معلومات أقعد أقرأ ساعتين لأوصل لفكرة ممكن أعبر عنها بكلمتين. طبعاً دائماً علامات الترقيم لازم تراعيها، يعني بمعنى نقطة فاصلة علامة فاصلة منقوطة، كل هاي القصص بدي أنتبه لها لأنه بتأثر على المعنى. شباب طالما إشي مكتوب يعني بيأثر على المعنى. حطيت علامة سؤال معناها أنا بدي أفهمها بطريقة إنها هاي سؤال، حطيت علامة تعجب معناها أنا بفهم إنه أنا يعني العلامات الترقيم كأنها عم تحكي، عم بتخليني بتخيل واحد عم بيقرأ لي إياها مثلاً وعم بتعجب. سو أنا حطيت علامة التعجب، أنا مش عم بعطيه صوتي بس لما يشوف علامة التعجب هو حيفهم إنه هاي الرسالة وصلت إنها تعجب.
طبعا ما بدنا نبالغ كثير بالصيغ النحوية، يعني ما بدنا إذا عم بعمل إشي يعني خلينا نقول علمي وبوصل أفكار معينة بالمعنى العلمي، ما في داعي أجي أبالغ أنا في الإنشاء بالالترناتيفز، الوصف المعاني للكلمات، يعني أصير أعطي مرادفات وهي كلها بقدر أحكيها كلمة واحدة، أعطي 5 مرادفات عشان أفهمه الكلمة، لا خليني أعطي واحدة وأركز عليها هو اللي بدي إياه يفهمها. الصيغ النحوية كمان اللي بالقواعد اللي بتكون مرات كثير معقدة، طالما أنا ما عم بحكي لغة عربية بمادتي إذا ما في داعي ألجأ إلها، دائما أفترض أنه الشخص اللي أمامي مش شخص يعني بروفيشنال بالعربي أو بروفيشنال بالإنجليزي، بس لازم يكون سيمبل الحد الأدنى. هلا مهارات القراءة دائما طبعا حسب الجمهور شباب، إذا عم بحكي مع دكاترة ولا عم بحكي مع شباب صغار ولا عم بحكي مع كبار ولا شو بالضبط الوضع. هلا إذا كان في عندي بالنسبة للقراءة شباب مهارات القراءة، دائما بدي أتذكر إنه لازم أكون أقرأ بهدوء، شوفوا كيف هلا النبرة تبعتي اختلفت، لازم أظهر دافعيتي للقراءة واستحساني لإلها، يعني بمعنى أنا عم بقرأ with passion زي ما بيحكوها بالإنجليزي، يعني عم بقرأ موضوع والله مثلا فلسفة وأنا بحب كثير الفلسفة، أو أنت عم تقرأ رواية وبتحب كثير هذا الكاتب، سو اظهر هذه الدافعية، اظهر اهتمامك عشان الشخص اللي بيسمعك مثلا أو أنت نفسك حتتأثر في هذا الكلام. كمان لازم تراعي السرعة المناسبة، إني أنا هلا بدي أعجل بدي أبطئ، معي وقت كثير أو معيش وقت كثير، هاي كيف بدي أتأقلم فيها. كمان موضوع راحة العين والإبصار، فمثلا ممكن أحط إضاءة معينة عشان مش بس أنا أشوف، عشان كمان إذا عم بعمل تحدث، طبعا هون عم بحكي عن قراءة مش عن التحدث، القراءة عم بقرأ أنا لإلي، أوكي؟ سو أنا بدي الإضاءة اللي أشوف أنا فيها بشكل مناسب. التحدث أمام الآخرين حاطط لهم شاشة، فبدي يكون هو اللي شايف، فهمتوا علي؟ سو أنا بدي أفكر بالتو سيناريوز، الحالتين هذول أفكر فيهم. وموضوع تحريك الشفاه أو الشفتين، يعني في ناس مثلا حتى يحكي حرف تلاقيه كتير بفتح هيك بيعمل ستريس على طمه، كتير بفتح، او انه بتلاقي كانه مخنوق مش عم بيحرك، كله هاي حتى لانه ليش الشفاه بتهمني؟ هي والايدين والعيون زي ما حكينا ممكن تكون هي الطريقه اللي بيفهم فيها الاخر، اللي بركز على البادي لانجوج. فقلنا لكم انه في ناس بصريين بيقراوا زي ما بيقولوا حركه الشفايف، يعني اللبس كيف بتحركوا، بيقدر هو يفهم الكلام خصوصا اذا كان عنده مشكله في السمع على سبيل المثال، من دون ما يكون هو يعني شايف هاي او سامع هذا الكلام. So it adds بيسهل عليه، بتضيف له معلومه في انه يوثق هاي الفكره. هلا الاصغاء شباب، هلا احنا عندنا احكي لكم الصراحه مشكله كبيره في الاصغاء. معظم الناس وحتى الكبار عندهم مشكله في الاصغاء، الإصغاء، بس كل معروف كل ما زاد العمر وصار الشخص أكثر خلينا نقول حكمة وأكثر تأني ومصداقية وخلينا نقول موضوعية، بيكون عنده مهارات الإصغاء أكثر. فبصير أنا زي كيف هاي هون، أنا هون فعليا اللي هو البارنتال اللي هو الوالدية أو الأب أو اللي هن الأهل، وأنا بحب أسمي بارنت مش أب، بسمي والد لأنه والد ووالدة والدية. المقصود فيه هون إنه قديش أنا عم بعطي اهتمام لحتى أستمع، الإصغاء والاستماع المناسب، المستوى اللي بدي أختاره. في شوفوا قديش في مستويات، أوكي؟ يعني أنت ممكن تكون هلأ عم تسمعني بشكل سطحي مثلا، كيف سطحي؟ سطحي يعني ممكن تكون نايم وحاط، وممكن تكون عم تفطر، ممكن تكون إذا أنا مش شايفتك بالكاميرا يعني مثلاً، أوكي؟ ممكن تكون عم تعمل إشي تاني ويعني بس هيك عم تسمع من بعيد لبعيد، سطحي، أوكي؟ هلأ طبعاً هذا السطحي اللي بيقولوا له shallow بالإنجليزي، اللي هو مش كتير أنا بستفيد منه كمعلومات، مش مركز يعني إحنا بالمعنى هذا. هلأ في اليقظ أكتر من مركز يعني لاحظ في concentrated وفي alert يعني عم بمشي فيهم بالدرجات أنا هون، أوكي؟ alert يعني هو ركز،
يعني انه هو صح صح زي ما بقولوها، بديش احكي ركز عشان ما تلخبطوا مع اللي بعدها، هو صح صح ومنتبه يقظ. اوكي سو ممكن انت هلا غالبا المفروض الطبيعي انك تكون يقظ alert. اوكي عم تستمع، انا ناديت اسمك فانت alert، انتبهت لاسمك، اه دكتوره انا موجود. اوكي مركز اعلى مستوى في الاصغاء اللي هو concentrated، يعني ممكن يكون انت عم مركز وعم تعمل تفكير، عم بتمارس مهارات التفكير الناقد مثلا، في شغله بدك تسالني فيها، شغله ما اقتنعت فيها، شغله بدك تعطيني استنتاج عليها وهكذا. سي سو انا هون دخلت التفكير اكثر، هون انتباه، هون بجوز يكون يعني زيه زي الشالو، بيشبه الهيرينج وليس listening. اوكي بس انه شوي مرحله شوي اعلى. تمام نيجي للتفكير، واحنا حناخذ محاضرات مستقله بتحكي عن هذا الموضوع شباب في مهارات التفكير، مع انها هي يعني تدرس ماده منفصله اللي هي تعليم التفكير وموضوع الابداع وهي القصص والابتكار، ولكن مش غلط نحكي فيها بشكل موجز على الاقل من حيث يعني التركيز على مهارتك في الخطابة والاستماع، وهذا باستخدام مين وايل انت عم تستعمل مهارات تفكير. يعني انت ما بتحكي الا اذا انت كنت عم تفكر، انت ما بتكتب الا انت عم بتفكر، انت ما بتقرأ الا اذا انت عم بتحلل مثلا وهكذا. سو يعني ضمنيا انت عم تستعمل مهارات التفكير في عملية الاتصال، صح ولا لا؟ طبعا في اشي ما بتفكر فيه بيصير تلقائي. اوكي مثل لما بدك تفتح انت اول ما تفيق بتضوي الضوء مثلا بالليل، اوكي فقت انت نايم بالتخت بالعتمه، او بدك تقوم مثلا تعمل شغله تشرب كاسه مي او شغله، اول شيء بتعمل بتكبس الضوء وبتروح وانت عارف وين بدك تروح، هذا تلقائيا ما بتفكر فيه صح. بس في اشياء يو نيد تو كونسنتريت، بدك تفكر فيها. هلا ليش انا بحتاج مهارات التفكير في الاتصال؟ بحتاج المهارات التفكير في موضوع البارتيسيبيشن، في المشاركه، يعني بمعنى انه انا بدي ان افكر او بدي اشارك بطريقه صحيحه، مثلا زي هلا انا مثلا اذا بدي اسالك اسئله او شيء بدك تشارك بدك تعمل بارتيسيبيشن، اذا بدك تحتاج لعمليه التفكير. موضوع اذا كنت عم تعمل لنفرض في بيئه عمل مع موظفين، او انت هلا عم تشتغل لنفرض لو احنا في الجامعه اخليكم تشتغلوا مع بعض مثلا كل خمسه مع بعض، بنعمل فريق، بنعمل مجموعات، بنقسم تفكروا تشتغلوا على مهمه معينه. اوكي هاي مهارات التفكير كيف بدي اطبقها. لاحظ اذا انا بدي اشارك شخص لحالي مش مثل اذا بدي اشتغل ضمن مجموعات، صح؟ اذا انا بدي افكر لحالي بيني وبين نفسي، اللي هي ممكن انا اعمل جلسات عصف ذهني، واحنا حنحكي عن كل وحده اللي بنسميها برين ستورمينج، حنحكي كيف بنعمل برين ستورمينج في محاضرات قادمه، بس هي باختصار اني انا عم بفكر بقضيه معينه، بحط كل الافكار الممكنة من دون ما يكون في عندي شيء ممكن يعمل لي إعاقة. يعني بمعنى حتى لو كان أنت اعتقدت أنه هذا تافه بدي أحكي، حتى لو هذا إشي ممكن يضحكوا عليه بدي أحكي وهكذا، بحط كل الـ possible answers، كل الأفكار الممكنة أو اللي بتخطر بذهني. أوكي عصف، لأنه أنا بطلع أكبر عدد ممكن من الأفكار حول قضية معينة، بقول يلا شو الحل برأيكم لأزمة الكورونا، تيجوا هلأ أنتوا بتعطوني يعني بجوز 100 فكرة، هذا اسمه عصف ذهني، بس لسه ما قررت مين من هاي الافكار منيحه او مش منيحه، فهمتوا علي؟ لسه ما عملت ديسيجن. طبعا هاي مش كل مهارات التفكير شباب، انا عم بحكي عن اكثر مهارات التفكير اللي بستخدمها في ايش، في الـ الاتصال. طبعا انتم حتسالوني بجوز هلا طب وين التفاوض دكتوره؟ التفاوض حاحكي فيه بمحاضره قادمه، ولكن اتذكروا انه التفاوض ما بيتم الا بناء على المقدمه هاي. يعني انا اذا ما كنت بعرف انه انا هلا عم بتعامل مثلا والله في إشي بلايند او في إشي معروف الي مش معروف للاخرين، هذا الإشي سر مش لازم احكي فيه، والله في إشي بدي اعملها عشان اثير انطباع اول، او مثلا انا لازم اتصرف بطريقه هلا والديه في موقف ثاني لازم اتصرف بطريقه الطفل او البالغ او الى اخره، لانه جاي مثلا بدي احضر سينما فخليني اعيش حياتي انبسط، فانا هلا بدي اعمل دور التشايلد. اوكي بس هو بجوز بتشوفه بالشغل يكون ايش بالغ مثلا، والله هذا وزير مثلا انا شفته بالسينما عم بياكل بشار وبيضحك ومستمتع، فهو بالسينما عم بيعيش حاله الطفوله،
ولكن بالمكتب عم بيعيش حالة البالغ، ببيته بيعيش حالة الوالدي and so on. فكل واحدة بدها اتصال من نوع معين. في عملية التواصل إذا أنا بدي أخذ كل هاي المهارات أفكر فيها، كيف بدي أكون مقنع من خلال الاتصال في كل هذه الطرق. تمام؟ هلا أنا شباب، أنا كنت ناوي إني أعطيكم كمان presentation تانية، بس خلينا نأجلها المرة الجاي لأنه ما في وقت. فبدي أعمل stop recording and أسمع لكم.